عقدت الجلسة العادية 13 لرؤساء الدول والحكومات عبر تقنيات الفيديو لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال رغم الظروف الصعبة التي مرت بها دول العالم لمكافحة كوفيد-19. ناقش المشاركون في المؤتمر عدة قضايا مصيرية تقص موارد التنمية الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الوطني لدول القارة وخاصة المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية لتحسين وسائل النقل وتوفير الأمن والاستقرار بين دول الجوار وتوفير وسائل النقل لتحقيق البرنامج الاقتصادي ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتسهيل وسائل النقل البري والبحري والجوي وتخفيض الضرائب الجمركية. هدف المؤتمر اليوم هو تحرير التجارة والاستثمار بينات الدول الإفريقية الاقتصاد، وبعدين عاوزين يعني يعملوا سوق كبير ومفتوح بينات الدول. كما تناول المشاركون في المؤتمر النقاشي لرؤساء الدول والحكومات ضرورة تحسين العلاقات الودية والتعاون المثمر بين دول المنطقة وفتح مجالات استثمارية لتعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية لدول المجموعة النقدية. وللتنويه فإن إنشاء مكتب الأمانة العامة لرؤساء الدول والحكومات سيكون بمدينة أكرا عاصمة جمهورية غانا.